دي بطه مع كتكتها صغيرين. شوفوا هنا ضبع، شوفوا هي خايفه عليهم، طب هتعمل ايه؟ شوفوا شاورت لهم ان هم يمشوا في مكان معين، وسبحان الله العظيم هم عرفوا رسموا الخطه باحكام. فضلت تقنعه بقى، تقنعه ان رجلها مكسوره وجناحها مخلوع، وتحاول وتمشي. وهو طبعا سبحان الله العظيم خلف غيه يسير وخلف شهواته يطير. شوفوا هذه عملت نفسها برضو ايه يعني مكسوره، مش عارفه تقوم وهتغرق، وتنزل مره وتغطس اخرى وتقب وتغطس وتقب وتغطس. هو برضو طمع تاني، شوف البطه طمع تاني، مشي وراها متخيل طبعا هياخدها قطمه واحده هتنتهي القصه. شوفوا اولادها هربوا من الناحيه التانيه ومشوا في الطريق المعاكس للايه؟ للضبع تماما يستخبوا. هي ادركت ان اولادها ندوا وهيستخبوا وراء الاعشاب والحشائش من الناحيه دي، وهتجري الكلب شوفوا زي القذيفه هنا استخبوا، تروح هي بقى ايه؟ قذيفه، شوفوا ازاي هتطير جري. شوف خلاص جريت، هو محتار واقف يلعب جراحه ويتجرع المه. تعالوا نشوف المنظر تاني، ادي البطه وادي كتاكتها بالراحه بقى كده خالص، وانا هسيبكم تستمتعوا بقى مع المنظر وتشوفوه من غير تعليق. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. كان له خلق حسن.